وللتعليق على الخبر ينضم إلينا من البيضاء من مديرية ولد ربيع أحد أبناء المديرية، أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. في البداية لو تضعنا في صورة ما حدث في يكلا. والله في البداية الساعات 3 فجرا تفاجأ السكان الذي كانوا متواجدين في منطقة يكلا بضرب الطيران الأمريكي بدون طيار، وبعد ضرب الطيران تم إنزال جوي على المنطقة، واستشهد عبد الرؤوف الذهب وسلطان الذهب ونجد عبد الإله الذهب، وأنباء تقول عن استشهاد عبد الإله الذهب الشقيق الأكبر لأولاد الذهب، ولا يعني على حد الآن ما يقارب 30 أو في حدود 30 ضحايا الطيران، أغلبهم نساء وأطفال. طيب هل الكل ضحايا للغارات الجوية أم لما حدث فيما بعد؟ هناك خبر تتحدث عن اشتباكات حصلت بعد عملية الإنزال، هل فعلا تم إنزال وحصلت اشتباكات؟ نعم حصلت اشتباكات، لكن اشتباكات بسيطة ليس بالكماية، أغلب الضحايا هم ضحايا الطيران، قصف الطيران، وحصل اشتباكات، وفي معلومات تقول يعني في حدود 4 جنود تم إحراقهم، لكن في هذا أغلب الضحايا هم بسبب قصف الطيران، دمرت 3 منازل، ويعني أنباء تقول دمر المسجد الذي كانوا متواجدين فيه قبل صلاة الفجر، و لحد الآن الأمور يعني بسبب هناك الآن المنطقة بسبب وعورة الطريق وهذا، لم لحد اللحظة لم نقدر نوصل إلى منطقة الحادثة التي حدثت فيها الاشتباكات. طيب لكن أغلب الضحايا الآن هم النساء وأطفال. طيب بالنسبة للضحايا المدنيين، إذا كانت لديك إحصائيات وفيما يخص القيادات التي استهدفت من آل الذهب في هذه العملية، هل تم استهدافهم في المنازل أم كما قلت في المسجد؟ لم يكن الكلام صوتك واضح في تلك النقطة. تم استهدافهم في المنازل، والبعض منهم كان متواجد في المسجد الذي يعني مسجد مسينه من أعشاب القصب يسموه عندنا، يعني ليس بناء وكذا، تم استهدافهم فيه النساء لحد اللحظات، 8 نساء الذي استشهدوا. طيب فيما يخص الجثث، الصعوبات قلت ربما ان لوعورة المنطقة سبب في عدم الوصول الى المنطقة تلك، هل من جهود تبذل لانتشال الجثث وما زالت هناك جثث تحت الانقاض حتى الان؟ نعم بجهود تبذل حتى اللحظة، وبجثث تحت الانقاض الان، و بعض يعني الأهالي توجهوا إلى منطقة الحادث الآن لانتشال بعض الجثث الذي تحت الأنقاض. طيب هناك أخبار أيضا تتحدث عن إسقاط لطائرات في المنطقة، هل فعلا تم إسقاط طائرات؟ وماذا عن أخبار أخرى أيضا تحدثت عن سقوط جنود أمريكيين في هذه الاشتباكات؟ الجنود يعني ما عليهم عندنا، لكن بالنسبه للطائره حس لا حد الان معلومه غير دقيقه لا حد اللحظه، لكن في انباء تقول ان تم اسقاط طائره وتم احراق من كان بداخلها، لكن ليست المعلومه دقيقه اذا لا حد اللحظه بسبب قلت لك المنطقه وعوره الطريق التي لم نقدر الوصول اليها، او بسبب ضعف الشبكه شبكه الاتصالات التي مقطوعه عن المنطقه نهائيا. وما يخص الجنود الأمريكيين، ما هي المعلومات المتوفرة لديك؟ المعلومات المتوفرة لدينا أنه تم قتل 4 جنود. والجثث؟ الجثث الآن تم انتشال بعض الجثث، أما الذي تحت الأنقاض إلى حد اللحظة الآن لم يتم انتشاله. وفي معلومة تقول أنه تم أن يعني الطيران الأمريكي لا الجثث بعض الجثث الذهب. جثث الجنود الأمريكيين. جثث الجنود الأمريكيين يعني أخذهم الطيران الأمريكي. شكرا جزيلا لك أحد أبناء مديرية ولد ربيع، كنت معنا من البيضاء للتعليق على ما حدث في قرية يكلا.